أمير الشعراء أحمد شوقي قال لنا زمان: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وراها على طول. سيادة اللواء الفاسد اللي شايف بلده بتتباع قدام عينيه وساكت، ما عندوش أخلاق. ضابط الشرطة اللي بيعذب الصحفي اللي بيصرخ ويقول البلد بتتباع يا إخوانا، ضابط فاسد وما عندوش أخلاق. القاضي اللي بيحكم على الشرفة وساكت على الخونة، قاضي فاسد. كل دول ما عندهمش أخلاق، يعني هم ذهبوا. عشان كده وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. انما لو عايزين الميله تتعدل، ارجعوا للاخلاق، ارجعوا للدين، لدين الله. انا عارف انها صعبه، عارف انكم خايفين من الاخلاق ومن الدين، لكن صدقوني هو ده الحل، هي دي جبهه الانقاذ الحقيقيه. او ابشروا بقول الشاعر اللي قال: منعت ارزاق جلابت ارزاق، يا سخامه يا لطامه يا اللي اسمك اخلاق، ازيك وش حالك؟ ايه اخر الانباء؟ لا صحيح، ايه اخر الانباء؟ دجوكي سلخوكي خلوكي اشلاء. ما انا قايل وسمعتي، بس انت اللي طمعتي. في بلدنا حصروكي مسكوكي ودقوكي بدماغ الدقماء، بالقضيه الفنيه صرعوكي السجانه، حبسوكي في قضيه مرفوضه وخسرانه، والتهمه الجنائيه اكمنك انسانه، وخدوك الشرطية وعساكر هجانة، وابو لكنة فرنساوي فبلوا مغناوي، بيغني بلحاوي ويمثل بلحاوي في دراما بلحاوي، والعالم طرشانة، وابو عسكر حرامية بيبرطع فتكية ويقول انا ببنيها، والناس لسه جعانة. يا هبيلة يا فضيلة يا بتاعة المهابيل، بلا وكسة بلا نيلة بلا هفة مخاليل، دي بلدنا ولا حولة، ما بقاش فيها عتاولة، وعوضنا على المولى في ولادنا الشماميل، في ولادنا الشماليل، وعوضنا على المولى في ولادنا الشماليل. بإيدينا ورجلينا أسسنا وعلينا وعملنا اللي علينا، جيل يطلع ورا جيل ويقول ابنه البكرة، والبني آدم ذكرى متحمس للفكرة من كتر التطبيق، وأخيرا ولا آخر أخلاقنا بتتاجر، ومهازل ومسافر وهزيمة وتطبيع. يا مساء الملأ ولا بلاش، يلا صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.